الخفاش. اه يا ابن الكلب يا اللي كلت الوطواط، اهو دنقتك وبطنك الحمراء وتفاصتك دي اللي قعدت مليار واحد في البيت، قعدتنا في البيت وخلتنا زي المطلعين بالظبط، كاننا دلوقتي في دار مسنين، يعني قعدتنا كانك طلعتنا على المعاش، وراح تاكل خفاش، راح تاكل اغلى مخالق، ده اجدع شخصيه هو الخفاش ده، ده اجدع مخالق الله، ده ادب الدنيا كلها فيه، ده البطوط الوحيد اللي سايب لنا العالم كله والنهار كله اتبرطع فيه، مش عايز يشوف اشكالنا، ما بيطلعش الا بالليل متاخر خالص، ليه مش عايز يحتك بينا اصلا، تروح تجيبه وتاكله، ما تاكل فراخ، كل مكرونه، كل اي مصيبه، لازم تاكل خفاش، اديك قعدتنا في البيت. دلوقتي بقى انا كلنا قاعدين زي المطلعين نغسل مواعين في البيت. ده انت عارف انت عملت فينا ايه يا ابني؟ ده انت ذلتنا اخر ذل. يا ابني حبيبي انا مخدت على قيد الشغل، مش عايز اقول لك كنت بتعامل احلى معامله، معامله ملوكي. رايح فين؟ رايح الشغل. جاي منين؟ جاي من الشغل. بايت بره ليه؟ بايت في الشغل. راجع الساعه 3 بالليل ليه؟ راجع من الشغل. كنت على قيد الشغل على طول 24 ساعه، مع ان انا كنت بطل عالم في الصرمحه. انت بتتكلم ازاي يا ابني؟ ده بالنسبه لنا الشغل ده كان حائط الصد، كان الشماعه اللي بنعلق عليها كل مصايبنا. اسال اي راجل ويقول لك الكلام ده. تيجي انت النهارده تشيل ناحيه الشغل، كنت بترجع من الشغل كده ولا انتش عامل حاجه في الشغل اصلا، ده انت طول النهار قاعد على المكتب بس، تروح اوه يا اولاد ما حدش يتكلم، حاله طوارئ في البيت. ليه؟ الراجل رجع من الشغل يخليه ينام ويرتاح، الراجل شوحوا له حتتين لحمه عشان خاطر يتقوت ويقوى عظمه عشان خاطر راجع من الشغل، اعملوا حاجه حلوه تعلي نفسيته عشان خاطر يوم يروح الشغل، اعملوا له مانجا واعملوا عصير جوافه والدنيا كانت تمام والحياه كركديه والحياه مانجا على الاخر، كله تحت بند الشغل. دلوقتي ما بقاش فيه المعامله، بقت أسوأ معامله. ليه قاعد في البيت بتقوم الصبح بتتنفط 13 مقش على درجه عشان تصحى من الصبح، يا اما بتتضرب بالبتاع ده في شبشب كده زيكو تاخد بيها 13 شبشب تقوم من النوم، وقايم بقى من النوم يا معلم مش عايز اقول لك، قوم على الغساله في فم غسيل، اغسل مواعين، اطلع فوق، نظف البلاط، انشر السجاد، اغسل الستاير، اعمل مش عارف ايه، سحم الواد، غير للبيت، فل البيت دي، غيط اللباس، كنت الدنيا تحس ان انت قاعد دلوقتي بتتعامل اسوأ معامله، وحضرتك دلوقتي مش عايز اقول لك معامله العبيد. طب ليه؟ ليه؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب التفاصه وسبب البطن الحمراء والدناءه. الكلب يا اللي كلت الخفاش عليك وعلى دناتك وعلى بطنك الحمراء.